الشام اهتز في خلدي شام لفظ الشام اهتز في خلدي كما اهتزاز غصون الأرز في الهدب شام لفظ الشام اهتز في خلدي كما اهتزاز غصون الأرز في الهدب أنزلت حبك في آهي فشددها أنزلت حبك في آهي فشددها طربت آها فكنت المجد في طربي شام المجد أنت المجد. صباح الخير لكل اللي قرر يرافقنا ببداية صباحنا لليوم، يوم جديد، كونوا على ثقة بأنه رح يكون خطوة جديدة بحياتكم، فبدو يومكم بطاقة ونشاط لتكونوا مستعدين لكل أعمالكم ومشاريعكم، حتى محاولة منا للحصول على فرصة. وأيضا اليوم بصباحنا رح تكون عن يلي طبعا حتى الأنه الكل اللي شاهدته سوريا من أنشطة وفعاليات مع ضيوف من مجالات متعددة، أكيد رح تبقوا برفقتنا خلال فقراتنا عن جديد. بصبح عليكم مشاهدي الإخبارية السورية، وبتصبح على زميلتي بالاستديو أريشة. سعد صباحك أريشة. سعد صباحك زينب، وصباح إن شاء الله يحمل كل الأمل لكل حدا عم يرافقنا لليوم، وأكيد دايما إن شاء الله يكون نهارنا مليء بالسلام بصمود أبطالنا وحراس الحياة بكل معانيها على هالأرض، أبطال الجيش العربي السوري. اليوم مختصين رح يرافقونا بمواضيع وعناوين متنوعة ممكن تفيدكم بحياتكم اليومية، فشو أبرز محطاتنا لليوم رح نتابعها بعد هالفاصل الصغير. بداية أخبارنا المنوعة أريج من غزة فلسطين، حيث استطاعت دينا نصار والتي تبلغ من العمر 22 عام أن تصنع البسمة من العدم من أجل الصغار في محاولة أنه تنسيهم واقعهم الصعب اللي عم بيعيشوا. وتأتي هذه بعد أن شهدت تجربة والدها مع المرض وعاشت لحظات الحزن بعد فراقه، إذ أنها شعرت بأنه تحمل أمانة تجاه الأطفال بتخفيف الأوجاع عنهم وبث روح السعادة والأمل بقلوبهم، سواء كانوا من رياض الأطفال أو المنتزهات أو حتى المستشفيات. خبرنا الثاني، حيث انتشر سرطان الثدي بين النساء بالسنوات الأخيرة بصورة مرعبة وزادت المخاوف منه مع تأخر اكتشافه، وتضافرت عدة عوامل في أيضا الإصابة به. وجدت دراسة حديثة أن بعض تلك العوامل هي مادة شائعة الاستخدام في كل منزل. وأفادت صحيفة هندوستان تايمز بأن العلماء كشفوا مؤخرا عن أن البلاستيك الصلب المستخدم بكثرة بالأغراض المنزلية بيحتوي على مادة كيميائية بتزيد من فرص الإصابة بمرض سرطان الثدي الذي يحصد أرواح أعداد كبيرة من السيدات إن تأخر اكتشافه. يعني دائما زينب معلومات جديدة وأشياء جديدة ودراسات بتأكد أنه بعض الأشياء نحن بنستخدمها خلال يومنا وبكثرة هي ممكن تصيب بمرض السرطان، لكن يمكن نحن ما بنعرف هالمعلومة عنها، شوي شوي أنه نوقي حالنا من الإصابة بهالمرض. أكيد بنقول الله يشفي جميعا ممكن السيدات اللي مصابين بهذا المرض.
خبرنا التالي يمكن بشكل مفاجأة أريج وصدمة لكثير من العالم وخاصة السيدات، أنه تعتقد المرأة يمكن أنه هي أول من استخدم أحمر الشفاء. سيد معلومة غلط، لأنه الرجل هو استخدم، سبق له استخدامه قبل آلاف السنين. وأيضا استعمل الصيادون القدامى أحمر الشفاء خلال رحلات الصيد، هن أول من استخدموا هذا المحتوى، بالإضافة إلى الكهنة لاستخدامه لأغراض دينية وشبان لجذب الجنس الآخر. يعني هذا الشيء أنه الرجل استخدم تقنية تلوين الشفاء قبل المرأة لأسباب اجتماعية وتجميلية على السواء حوالي العام 5000 عام قبل الميلاد، وخلال الفترة بين 2500 و1000 قبل الميلاد بدأت النساء باستخدام أحمر الشفاء. تخيلي يعني يا زينب أنه الرجال مستخدمين أحمر الشفاء سابقين بخطوات تماماً. 5000 سنة مو أنه عدد، يعني شوف شو الشيء الجديد يمكن كمان رح نكتشفه مستقبلاً. أكيد. وخبرنا الأخير عن تحدي كل الحدود، فقد يكون العمر موضع القلق أو الخوف أو الحزن لدى الكثيرين، لكن اليابانية سوميكا أورامو لا تبدو في صفوف هذه النساء، حيث أصبحت في 80 من عمرها وهي دي جي موسيقي بعد 60 عام من العمل في المطبخ. وتنظم سوميكو خلال حفلاتها الموسيقية شهريا تنظمها في طوكيو، وبيزورها العديد من محبي الرقص والموسيقى، طبعا الشباب اليابانيين. وتقول سوميكو أنه عندها كثير من القوى للعمل بالمطبخ وقيادة دراجة هوائية ولحفلات الموسيقية مع ألحان موسيقى التانكو. بكل يوم حدث جديد بتسجل بذاكرتنا وبترك بصمة ممكن تشكل فاصلة تحول بحياتنا، فشو الأحداث اللي تركت بصمتها بمثل هذا اليوم؟ لكل يوم أحداثه وأخباره، منها ما يسجل بصمة واضحة في سجلات التاريخ، ومنها ما يمر مرور الكرام دون أي أثر يذكر. في عام 1905 زلزال عنيف يهز مدينة كانغرا الهندية ويؤدي إلى مقتل أكثر من 20,000 شخص. في عام 1947 تأسيس المنظمة الدولية للطيران المدني. في عام 1973 افتتاح مبنى مركز التجارة العالمي في نيويورك رسمياً. ومن الوجوه التي أبصرت النور في مثل هذا اليوم من العام 1821 ليونوس بيل مخترع أمريكي، وفي عام 1932 أندري تراكوفسكي مخرج وممثل وكاتب روسي، وفي عام 1950 صباح عبيد ممثل سوري. ومن الوجوه التي غيبها الموت عن عالمنا في مثل هذا اليوم من العام 1968 مارتن لوثر كينغ زعيم المطالبة بحقوق الإنسان في الولايات المتحدة وحصل على جائزة نوبل للسلام عام 1964. في عام 1991 ماكس فريش كاتب سويسري. صباح نرسب أول ويمكن سوى نشهد خلال ساعاته القادمة على أحداث تغير مجرى التاريخ. نهاركم سعيد. كل يوم صفحات جديدة من قلبها لنتعرف على شخصية قدرت تترك أثرها عبر التاريخ. مارتن لوثر كينغ المناضل بالمجال الإنساني والحاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1964 بنشوف محطات من حياته. مارتن لوثر كينغ مناضل وناشط في المجال الإنساني
ولد في 15 من كانون الثاني من عام 1929، وكان أبرز المطالبين بإنهاء التمييز العنصري لينال جائزة نوبل للسلام في عام 1964، حيث يعتبر أصغر من حاز عليها. اعتبر مارتن لوثر كينغ من أهم الشخصيات التي ناضلت في سبيل الحرية وحقوق الإنسان، حيث نادى بمقاومة تعتمد مبدأ اللاعنف أو المقاومة السلمية على طريقة المناضل المهاتما غاندي. ساعد مارتن لوثر كينغ بتنظيم حافلات النقل في مونتغومري، وهي حملة دامت عاما كاملا وانفجرت عندما ألقي القبض على الخياطة روزا باركس عند رفضها التخلي عن مقعدها لراكب أبيض، الحادثة التي أسقطت قوانين الفصل العنصري عام 1956. شارك على إثرها لوثر كينغ في مؤتمر دعا فيه للعمل السلمي اللاعنفي في سبيل الحقوق المدنية. واصل مارتن لوثر كينغ استخدام مواهبه الخطابية للحث على وضع حد للتمييز العنصري ودعم المساواة القانونية. في الرابع من نيسان من عام 1968 كان التاريخ الذي أنهى مسيرة من النضال في سبيل الإنسانية والمساواة إثر عملية اغتيال أنهت حياة أسطورة النضال مارتن لوثر كينغ. ضغوط، اعتداءات متكررة وممارسات وحشية، أدوات استخدمها كيان الاحتلال الصهيوني، إلا أن الأرض بقيت بوصلة كل فلسطيني مقاومة. وتحت هذا العنوان اجتمع عدد من الفنانين التشكيليين لتجسيد تمسكهم بالأرض ومفتاح حق العودة، وذلك عبر لوحات تشكيلية أقيمت بالأرض. اليوم لنتوسع أكثر بالحديث عن معرض يوم الأرض وغيرها من الأنشطة الثقافية الفنية. معنا بالاستوديو طبعا أبو عبد المعطي أبو زيد، رئيس الاتحاد العام للفنانين التشكيليين الفلسطينيين بسوريا. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلين. أهلا وسهلا فيك أستاذ. عن طريق حضرتك رح نسلط الضوء على المعرض والفن التشكيلي اللي شارك فيه كتير عدد من الفنانين. هالمعرض اللي كان بمناسبة يوم الأرض. نعم، نحن معرضنا يوم الأرض انطلق من سنة 2001 مستمر إلى الآن، يجتمع فيه الفنانين في كل عام بيقدموا أفضل الأعمال. هو معرضنا السنوي نعتبره، نحن بتنافسوا فيه كافة الفئات العمرية في الاتحاد وبيقدموا أفضل ما عندهم، نختار الأفضل، والكل عم بيركز أعمالهم حول القضية الفلسطينية. نحن حقنا مغتصب، أرضنا مغتصبة، بلادنا العدو الصهيوني عم يزيف تراثنا، بزيف تاريخنا، فنحن من خلال الجغرافيا والتاريخ اللي عم نقدمها في أعمالنا بدنا نحاول نعيد صياغة عالمنا الفلسطيني ونحاول نقدم صورة حضارية لكل العالم إنه الشعب الفلسطيني باقي والأرض الفلسطينية حقنا والعدو الصهيوني مغتصب لأرضنا. فكانت الموضوعات في هذا المعرض كلها عم تعبر عن المقاومة والنضال ضد الاحتلال الصهيوني، ولم ننسى الأزمة السورية اللي عم نمر فيها، لأنه نحن سوريا الحاضنة للشعب الفلسطيني، ونحن ما بننسى فضل هذا الاحتضان الكبير، فنحن جزء من هذا النسيج الموجود. فكانت هناك أعمال يعني تعبر عن الحدث السوري. بالإضافة لذلك يعني نحن بنعتبر كل من يرسم عن القضية الفلسطينية مشارك معنا في عملنا، ففي بعض الإخوان من اتحاد الفنانين التشكيليين في سوريا حاولوا السنة يكونوا مشاركين معنا في هذا المعرض، فقدموا لوحات فلسطينية المضمون وتشاركنا سوا في هذا المعرض، ونتأمل أنه يكون رسالة واضحة للمستقبل أنه عم نقدم عمل يعني بصمة على
الطريق. يعني هي بعض المعروضات والصور اللي كانت مشاركة بالمعرض. كانت 52 لوحة كانت بالمعرض من فنانين من أجيال مختلفة. نعم. خلينا نسلط الضوء أيضا على المشاركين المبدعين باللوحات. اشرح لنا أكثر بما أنه كمان عم نشوف الصور. نحن في عنا مجموعة أجيال اللي شاركوا بالمعرض. في المؤسسين للاتحاد واللي هن دائما اللي بيكونوا يعني المقدمة في كل المعارض واللي بيستفيدوا منهم الأجيال الثانية. في عنا الجيل الثاني اللي نشأ في هالفترة اللي قدر يستفيد من خلال الورشات العمل اللي قدمناها، من خلال النشاط اللي عم نقوم فيه. بعدين في الجيل الثالث اللي هو الشباب، وهذا عم نركز عليه كتير نحن بالنسبة لجيل الشباب، لأنه في قسم كتير من زملائنا غادروا، قسم منهم توفوا. يعني في ركائز كانت موجودة في عنا بسوريا من فنانين تشكيليين فلسطينيين، الآن نتيجة ضغط في المخيمات واحتلال المخيم وتشريد، قسم منهم غادر إلى خارج سوريا. فنحن بدنا نعوض هالفراغ من خلال مجموعة الشباب اللي عم نحاول ندربها اللي يكونوا دائما سند في هذا الاتحاد. نعم، يعني الاتحاد عم يحاول دائما يدعم الرواد والكوادر الشابة والفنانين والمبدعين الشباب. نحن هي مهمتنا، يعني من الأساس نحن في البند الأساسي للاتحاد هو تنمية المواهب الشابة، فهي وظيفتنا. ودائما نعطي خبراتنا، يعني نحن اللي كنا أسسنا وساوينا واشتغلنا وتعبنا وقدرنا نحن من خلال عملنا يعني الفلسطيني انه ندخل أوروبا من خلال اللوحة التشكيلية. يعني دائما كانت اللوحة ترافق البندقية من انطلاقة الثورة الفلسطينية، وكانت اللوحة هي المعبر والمبشر بكل الانتفاضات اللي صارت، ودائما هي شاهد على العصر. يعني عم نسجل ونأرخ من خلال لوحة إضافة انه عم نعيد صياغه البيت الفلسطيني والتراث الفلسطيني من خلال لوحتنا. لما نيجي ننقل هذه المعلومات وهذه القضايا اللي عم نشتغل فيها الى الجيل الجديد، الجيل الجديد عاش ولد في سوريا وعاش في سوريا ودرس في سوريا، ولكن المعلومات الفلسطينيه اللي نحن قدرنا نجمعها من الاجداد والاباء واللي كانوا حافظين هذا التراث قدرنا نأرشف قسم منه، والآن عم نضعه بين أيدي هؤلاء الشباب ليعطوا كل واحد بطريقته بأسلوبه بتقنياته، لأنه عم في مفاجآت عم نشوفها لدى الشباب يعني مبهرة جدا. يعني الموهبة أنت لما تكون موجودة عند الإنسان وتنميها بتعطي. فمن هون نحن يعني أملنا في المستقبل كبير أنه يبقى الاتحاد، وكان نحن اتحاد كبير يعني في سوريا وفي الكويت وفي لبنان. وقيمة كان بالذكرى 41 ليوم الأرض. كمان خلينا نعطي لمحة عن معنى هذا اليوم. شو الرسائل اللي حبيتوا توصلوها من خلال اللوحات، بما أنه كنت عم تحكي لنا عن أهمية يمكن دور الفن أو الفن التشكيلي بتوثيق ما يجري بفلسطين؟ طبعا نحن بالنسبة لهبة يوم الأرض اللي صارت الآن عم نحتفل بالذكرى 41 من خلال البطولات اللي قاموا فيها والشهداء اللي قدموها، بعدين الهبة اللي صارت في كل أراضي 48 وأيدها في الضفة وبغزة وبسوريا وبكل يعني كانت مؤشر إنه الشعب الفلسطيني حي، إنه لن ينسى أرضه، لن ينسى تاريخه، لن ينسى شجرة الزيتون، لن ينسى يعني كل جماليات الأرض الفلسطينية. ولذلك نحن من خلال هالمناسبة كمان بدنا نعبر أولا نترحم على الشهداء اللي استشهدوا في كل المواقع من بداية يوم الأرض إلى الآن، وبالمقابل بنحاول نأرخ لتاريخ عملنا التشكيلي هذه الذكريات اللي منحاول تكون دائما متجددة في ذاكرتنا، لأنه إذا نسينا تاريخنا بضيع الإنسان. ولذلك لازم يكون متجدد، لازم يحيي هالذكريات اللي والمناسبات والانتفاضات اللي صارت حتى نثبت أنه إحنا أصحاب الأرض وإلنا الأرض وسنعود
رغم المشاريع اللي عم يسعوا فيها الآن لتشتيت الشعب الفلسطيني حتى ننسى حق العودة، ولكن لن ننسى حق العودة موجود وسنطالب به، ومن خلال الأجيال القادمة سيكون لنا دور كبير كمثقفين إلى جانب السياسي وجانب العسكري حتى نكون لحمة واحدة في سبيل يعني نبرز الوجه المشرق لقضيتنا الفلسطينية. نعم، ودائما الفن هو بيحمل رسالة توثيقية لذاكرة الشعوب. نتمنى لكم كل التوفيق، وإن شاء الله دائما يكون الفن التشكيلي للفنانين المبدعين الفلسطينيين دائما حاضر بكل المناسبات وبيحمل قضيته وصموده وبتكون رسالة لكل العالم. شكرا كثير لك الأستاذ عبد المعطي أبو زيد على وجودك معنا اليوم. شكرا لكم. شكرا لوجودك معنا، وإن شاء الله نستضيفك بأنشطة قادمة. شكرا إن شاء الله. شكرا لكم. محطتنا أتاليا زينب من دمشق، وتحديدا مكتبة الأسد الوطنية التي احتضنت عرضا موسيقيا لطلاب المعهد العالي للموسيقى قسم الموسيقى الشرقية برعاية من وزارة الثقافة. تفاصيل رصدتها كاميرا الإخبارية السورية برفقة زميلتنا هيال مليس. الموسيقى هي أحد أدوات التعبير عن الثقافة السورية، ووزارة الثقافة هي من أهم أهدافها تعزيز ونشر الثقافة السورية الحقيقية الأصيلة والتي تعبر عن مكونات شعبنا السوري بمختلف الأطياف والألوان. اليوم المتفوقين حيأدوا بعض المقاطع من شغلهم في الموسيقى العربية، وسابقا صار أيضا نفس الفعالية لكن بأنواع موسيقى أخرى. تزامن هذا الحفل مع أعيادنا باحتفالات العيد الأم وعيد المعلم، وكون أنه هذول الشخصيتين هي اللي بيأثروا ببناء شخصية الإنسان، فطبعا نحن اليوم مكملين ككلية للتدريس الموسيقى، مكملين بهذا العمل اللي بلشوا فيه الأمهات ثم المعلمين. والمعهد اليوم عم بيقدم رسالة حب وتكريم. ما في شيء يمكن من النماذج او الانماط الموسيقيه اللي راح تتقدم، هي انماط مهمه طبعا، مثل انه نشوف العود مع آلة البيانو او القانون مع آلة البيانو، وحتى موضوع الغناء الشرقي ضمن منهجيه جدا مختلفه عم يشتغل عليها، وعم يشتغل عليها الاستاذ كمال السكر، هو استاذ صف الغناء. يعني نحن تقريبا كل فصل او كل سنه بيعملوا لنا مثل حفل، يعني نقدم شيء من برامجنا اللي اشتغلناها خلال السنة. هذا الفصل أو هاي السنة كانت تحت تسمية رسالة للأمهات والمعلمين كرمال أنه تكون مثل هدية لهم. كانت مشاركة أنه حلوة، لأن أول مرة نطلع على هذا المسرح بصراحة تجربة جديدة يعني لنا. بس نحن بنساوي بالعادة بالمعهد بقاعة التدريبات أو بالمسرح الإيطالي بالمعهد، وحينا بنساوي بدار الأوبرا سولويات. وصلنا لأخبارنا الثقافية، وخبرنا الأول من اللاذقية، حيث أقام فرع الاتحاد الوطني لطلبة سوريا معرض للتصوير الفوتوغرافي في جامعة تشرين، ضم 135 لوحة عن زيارات السيد الرئيس بشار الأسد ولقاءاته مع كل الفعاليات ونشاطات الاتحاد والمعالم الأثرية في جولان السوري المحتل، بحضور عدد من فعاليات طلابية وحزبية ونقابية وأكاديمية. تفاصيل أوفى مع مراسل الإخبارية السورية باللاذقية مازن محمد. تحت عنوان الانتماء الوطني، أقام فرع الاتحاد الوطني لطلبة سوريا
معرضا للتصوير الفوتوغرافي في جامعة تشرين ضم 135 لوحة عن زيارات السيد الرئيس بشار الأسد ولقاءاته مع كل الفعاليات والنشاطات والمعالم الأثرية في الجولان السوري المحتل. هذا المعرض يعبر ويجسد الصورة الحقيقية للأزمة السورية ودور الطالب العربي السوري في الداخل والخارج، فقد وثق هذا المعرض أعمال طلبتنا التي يفتخر بها الطالب والشعب السوري في آن معا. إن فرع الاتحاد في هذه الفعالية من خلال عرض هذا المعرض الفني يود إيصال رسالة إلى مجمل ومختلف الدول العربية أن الشعب السوري بطلابه وجامعاته السورية شعب يحب الحياة، يحب المعيشة، يحب الاستمرار، ومهما حاولوا إثناءنا عن قراراتنا بالعيش الآمن سوف لن يقدروا. طلبة سوريا حقيقة أظهروا حضورا بالغا ومتميزا خلال الأزمة خلال السنوات الست الماضية، وأثبتوا بأنهم بالفعل هم الرابطة هم الرافعة الحقيقية خلال هذه الأزمة. رسالة صمود وتحدي، رسالة علم ومعرفة وثبات، أن طلاب سوريا صامدين رغم المحن، رغم السبع سنوات من الإرهاب الذي طالت الوطن. طلاب سوريا يوجهوا رسالة لأبطال الجيش العربي السوري، لكل الشرفاء، لكل من صمد ووقف، أن طلاب سوريا صامدين في خندق العلم والمعرفة. هو بيهدف أنه الطلاب يكونوا ينتموا لوطنهم بشكل جيد عن طريق معارض، عن طريق ندوات، عن طريق أي شيء. ونحن بالاتحاد الوطني لطلبة سوريا بنحرص كثير أنه نجمع الطلاب ونعمل لهم أنشطة ثقافية وأنشطة فنية، أول شيء مشان يظلوا يعملوا جو شبابي مع بعضهم، وثاني شيء بيعزز الانتماء عند الشباب. المعرض يعبر عن نشاطات وفعاليات الاتحاد الوطني لطلبة سوريا ضمن الاحتفال بعيد الطالب العربي السوري، وشارك في افتتاحه عدد من الفعاليات الطلابية والحزبية والنقابية والأكاديمية. جينا اليوم بهذا المعرض حتى نأكد مشاركتنا ووقوفنا نحن كطلبة سوريا مع القيادة الحكيمة. اليوم اجينا لنجدد الذكرى 67 لعيد الطالب السوري. بمناسبة الذكرى 67 لعيد الطالب السوري اجينا كطلبة لحتى نفتتح معرض من صور تذكارية لجولات السيد الرئيس بأنحاء سوريا، وفي قسم للجولان لحتى نأكد انه هو لسه معنا ونحن رح نناضل لحتى نوصل وناخد أرضنا المحتلة. فعاليات ونشاطات الاتحاد الوطني لطلبة سوريا مستمرة في جميع المحافظات رغم كل الظروف والتحديات التي تشهدها سوريا، فهي رسالة صمود من الطالب السوري وسلاحه الذي يحارب به الإرهاب إلى جانب رجال الحق، رجال الجيش العربي السوري. أقامت الهيئة العامة لمدارس أبناء وبنات الشهداء حفلها السنوي الأول لجائزة أم السوريين للتميز لعام 2017، كرمت خلاله عددا من طلابها المتميزين الذين أتموا مرحلة الدراسة الثانوية، وذلك على مسرح مدارس بنات الشهداء بدمشق.
أطلقت العاصمة المغربية الرباط تظاهرة فنية ثقافية حول القارة السمراء بمناسبة عودة المملكة إلى الاتحاد الإفريقي، ويقدم فنانون من مختلف أنحاء القارة سلسلة من العروض والحفلات الموسيقية على امتداد شهر كامل، أي حتى نهاية 28 من شهر نيسان الجاري. خلونا نتابع مع بعض. أكيد وصلنا لختام نشرتنا الثقافية لليوم، فاصل صغير ومكفيين باقي فقرتنا. هشاشة العظام أو تخلخل العظام مرض روماتيزمي يصيب أو يكون بسبب انخفاض في كثافة العظام أو هشاشة الهيكل المناعي، وهي حالة تصيب نصف السيدات وثلث الرجال، وتكون مصحوبة بآلام شديدة وتجعلهم معرضين للكسور. أكيد لنتعرف أكثر على أسباب هشاشة العظام وطرق علاجها، معنا بالاستوديو الدكتور جهاد حاج إبراهيم الأخصائي بالأمراض العظمية، وأكيد كمان لنحكي معه أكثر عن مؤتمر الجراحة العظمية اللي أقيم بالفترة الأخيرة. أهلا وسهلا فيك دكتور. صباح الخير. أهلا وسهلا. يا هلا، يسعد صباحك. صباح الخير. صباح الخير. يعني مؤتمرات خاصة طبية دائما عم نسلط الضوء عليها، وكان لها حصة يمكن أريج ببرنامجنا الصباحي. خلينا نحكي عن المعرض اللي أقيم بالفترة الأخيرة، أهم المحاور اللي تناول. الحقيقة الجمعية السورية للجراحة العظمية تشكلت عام 1972. معظم اللي قاموا بتشكيلها توفاهم الله. توقفت الجمعية عن العمل لمدة 5 سنوات. ردينا قلعنا العام الماضي بالشهر الرابع. أقمنا ندوة بالشهر الرابع بدمروز، وردينا أقمنا بالشهر العاشر العام الماضي كمان باللادقية، والآن كمان في دمشق. الجمعية السورية للجراحة العظمية من نشاطاتها هي إقامة الندوات الجراحة العظمية، إقامة المحاضرات وما استجد. نحن كانت الندوة السابقة عن إصابات حربية. الندوتين السابقات أكدنا فيهم عن إصابات الحربية وكيفية شو هي آخر طرق لعلاج الإصابات هي وخبرتنا الشخصية. الحقيقة الشيء اللي تقدم بشكل كبير كتير، وتقدم خبرات هائلة. المؤتمر هذا كان عبارة عن محاور عدة: جراحة أطفال، جراحة عمود فقري، جراحة تنظيرية، وجراحة الرضية. نحكى عن عدة أمور جديدة، طرق حديثة بالعلاج. شارك بالمؤتمر الحقيقة من زمان ما شاركوا معنا، ونحن مشكورين الحقيقة الجامعة، مشفى الأسد الجامعي اللي شارك بقوة، مشفى الأطفال شارك بقوة، مشفى ابن النفيس، مشفى المجتهد، وإدارة خدمات طبية العسكرية
شاركت من اللاذقية، من جامعة اللاذقية كمان طبعا، كمان كان عندنا محاضرات. من حلب اجا 28 طبيب من مشافي حلب، من طرطوس واللاذقية حضر حوالي 35 طبيب، من حماة، من حمص، من درعا، من السويدة، من كل المحافظات، حتى المناطق اللي يعني عندنا أطباء، من حسكة، من القامشلي، من دير الزور، من الرقة، أطباء موجودين والحقيقة شاركوا يعني حتى لهم بعض المحاضرات. نعم دكتور، يعني حمل المؤتمر عنوان مستجدات في الجراحة العظمية، وأيضا الكاميرا الإخبارية السورية واكبت أول يوم وأيضا ثاني يوم له المؤتمر، ومثل ما خبرتنا دكتور كمان كان في مشاركة كتير واسعة من أغلب المحافظات. اليوم قديش في شغف لهيك مؤتمرات لاستمرارها دائما لمعرفة كل شيء جديد بهذا المجال والاختصاص؟ الحقيقة نحن ننوه على شغلة، متشكر الشركات التجهيزات الطبية اللي هي الحقيقة إلى الدور الأكبر، والشركات الطبية اللي إلى الدور الأكبر بإنجاح هيك مؤتمرات. الحقيقة العلم عم يتطور كل يوم وفي شيء جديد كل يوم، فإنه نحن نعرف شو هي الطرق الحديثة أو الجديدة لإجراء العمليات الجراحية وللاستجداد لتخفف عبء على المريض وتخفف وقت وسرعة شفاء، هذا كتير موضوع مهم. الحقيقة حضور الأطباء وحضورهم بهالمؤتمر هذا الحقيقة كان نحن يعني مفاجئ، يعني نحن ما كنا متوقعين، ونحن كنا كتير يعني متخوفين أن يكون عدد قليل، لكن العدد الحقيقة فاق 270 طبيب، ونحن بالنسبة لنا هو عدد كبير. متشكر كل اللي اجوا، متشكر كل اللي حضروا اللي ساهموا، نقابة أطباء سوريا اللي رعت المؤتمر. نتمنى أن تكون في المستقبل يعني يكون في الاستمرارية، يكون استمرارية إن شاء الله، ان شاء الله بيكون له استمراريه وبصير في تبادل خبرات اكثر بين اطباء سوريا. خلينا نحكي شوي وننتقل لمرض هشاشه العظام. يمكن قلنا بالمقدمه انه هذا المرض بيصيب السيدات اكثر من الرجال، فنحكي شوي عن اسبابه وليش بيصيب السيدات اكثر من الرجال. الهشاشه العظميه هو المرض الصامت. العظام هو عباره عن مخزون الجسم، مخزون الجسم من الكلس، منذ الولادة، منذ الطفل في رحم أمه حتى سن 35 يبقى نحن هالجسم عم يخزن الكلس في العظام. هلأ اللي يحمي العظم ما يخليه ينقص من الكلس هو هرمون، الهرمون هو الأستروجين الموجود عند النساء. هلأ في عدة أمور بتحمي، لكن هو هذا الأساسي الهرمون. هلأ الجسم يحتاج إلى كلس، وتصير عندي وارد قليل، وتصير عندي عدم تعرض لأشعة الشمس، وتصير عندي غذاء قليل، فالجسم بيروح مباشرة على العظم بيسحب منه الكلس. مو كل إنسان بصير عنده هشاشة عظمية، يعني الإنسان اللي ما بيتغذى، الإنسان اللي عنده مخزون قليل، الإنسان اللي ما بيعتني بالرياضة، الإنسان اللي بيمارس عادات سيئة من التدخين، من هذا كله يعتبر عبارة عن بيسبب هشاشة عظام، بيسبب عندي أنا أنه ما عندي كلس بالعظم بالجسم، فلذلك بيروح على العظم فبيأخذ، بالأساس أنا عندي مخزون قليل بالعظم فلذلك بصير هشاشة. هلأ بعد سن 35، بعد سن 45 سنة بيغيب هالهرمون أوردي عند الإناث، بيغيب هالهرمون هذا ما عاد عندي شيء أنا يحمي العظم، فمباشرة بصير بشكل سهل يروح على العظم بياخذ الكالسيوم من هناك، فلذلك بصير عنا بشكل مستمر عنا شيء اسمه نقص كلس بيؤدي الى هشاشة عظام. طب دكتور شو المؤشرات يلي بتدل انه الشخص عنده هشاشة عظام؟ اكيد يمكن هو يكتشفها بالبداية لحاله قبل ما يتفاقم هالمرض عنده. هلا كل امرأة تدخل بعد المينوباوز بده يصير عندها هذا الشيء. هذا هلا نحن المفروض بقى نعمل، نحن تعمل دراسه، تعمل يعني تحري لهذا الموضوع بالاجراء الصور اللي الحقيقه هي المميزه، يعني الصوره الشعاعيه البسيطه نحن بنعمل صوره ما بتبين هشاشه عظام. هلا كل امراه من اربعه بصير عندها هشاشه. هلا النقص الكلس بالجسم بينقص كل 10 سنوات 8% عند النساء، عند الرجال 3%. هلا اللي نحن من مؤشراته هو انه بصير عند المريض اي سقوط بصير كسر،
بصير عندي آلام مفصلية، بصير آلام، بصير عندي حدب بالعمود الفقري. هلأ هذا بده فترات زمنية حتى يبين. برد بقول لك أنا الصورة الشعاعية لا تكشف، الصورة الشعاعية بتكشف نقص الكلس، ولكن بيكون رايح من الجسم 40% يعني بمرحلة متقدمة. هلأ نحن المفروض أنه بعد سن المينوباوز بصير عند الإمرأة أنه تعمل دراسة كثافة عظمية عند نفس المركز، ما كل فترة عند، لا عند نفس المركز، ونبلش بالعلاج الوقائي. يعني نحن بنبلش بالعلاج الوقائي، يعني مو بس دواء، بدنا نشرب حليب، وبدنا نمشي نلعب رياضة، وبدنا نبتعد عن يعني التدخين، يعني هالأمور هاي، غذاء بشكل جيد. يعني احنا نعمل نحن الريجيم، طيب الريجيم هذا لا يمنع من انه نحن ناكل نشرب حليب وناكل جبنة وناكل لبني، هم خاصة يعني هلأ نحن عم نشوف الريجيم انه امتناع عن كل شيء، لا ما بصير. يعني حبة الكالسيوم لا تعوض عن كأس الحليب. هذا موضوع كان هاي غلط شائع كمان قريته بنسمعه عند كل السيدات انه رح ناخذ حبوب كلس لانه ما بناكل يمكن البان واجبان حتى بدون استشاره الطبيب، فصارت موضه رائجه. فقد ايه خطوره كمان هذا الموضوع؟ يعني هل في ممكن ياثر سلبا الدواء اذا اخذته بكميات معينه او شيء؟ هلا طبعا بياثر، يعني هلا هذا كله عم يروح على الكبد، عم يجهد الكبد. وبعدين يعني كثير من الاحيان عم يسبب لي ترسبات انواع الكلس اللي عم يتاخذ، نحن ما بنعرف شو تركيباته. هلا نحن بيسبب لي ترسبات بالكلى، فلذلك كمان بدنا نحن ندير بالنا كمان من الترسبات الكليه. ما بيعوض، حبه الكالسيوم لا تعوض عن كاس الحليب او كاس اللبن او الجبنه، هذا لا يعوض. في بعض المرضى بيقول لك انا ما بحسن باخذ حليب، بصير عندي غازات، بصير عندي عال، ما في مشكله كاسه لبن، ناخذ بيضه كل يوم اي يوم لا، ناكل جبنه، ناكل يعني هالامور من حليب ومشتقاته، هذا بيعوض. بس يعني الاستمراريه بهالشيء وبالاضافه للرياضه، رياضه المشي، يعني المشي عند الانسان يعني يلبس بيجامه رياضه ويمشي، لو انه صعب الوقت هذا، بس يعني المشي الحركه هي اللي بتخلي انه الكتله العضليه جيده حوالي العظم، حوالي المفاصل، بتغلف المفاصل، بتغلف العظم، فبتصير عندي كتله عضليه جيده بشكل جيد، بصير عندي انا عظم قوي. يعني يا دكتور هشاشه العظام ممكن يكون لها تاثيرات كثير كبيره على الجسم بكل اجزائه، شو ممكن يكون في علامات مؤشره انه الشخص ممكن يكون مصاب بهشاشه العظام، وشو اول خطوه لازم يتخذها؟ هلا الهشاشه العظميه اول ما يصيب العمود الفقري. هلا اذا المريض ما وقع، لانه المريض عاده بيجي لعنا واقع مكسور، نعمل له صوره بنشوف صار عنده هشاشه عظميه. هلا يعني الامراه فوق ال 50 سنه نحن متوقعين انه يكون عندها، فوق ال 60 سنه يعني متوقعين، اما نحن تحت مثلا بالاربعينات عندي مرض، انا صار عندي مرض لازم استقصي انا شو سبب هالمرض، فهذا اللي نحن بندور عليه. هلا نحن بعد عمر متقدم نحن بنقول انه هون عندي انا هشاشه عظميه. الالام العمود الفقري بصير عند المريض، بعض الاحيان الام مفاصل، لكن ما يبرر انه انا مثلا في عندي الم بالكتف سبب هشاشه عظميه، لا هذا الحكي مو مظبوط. نحن اللي بيهمنا انه من المريض انه ما يصير عندي كسر، هذا الموضوع المهم نحن بالنسبة لنا الكسر، هو الكسر خاصة اسمه كسر الموت. للأسف الشديد المريض بيقعد بالفرشة بده فترة زمنية لإعادة التأهيل، خاصة الكبير بالعمر، الكبير بالعمر إعادة التأهيل حتى المريض يقوم يقدر يمشي، هذا اللي نحن بنسميه. وبتبلش تطلع عند المريض أمور ما كانت موجودة، مرة بيطلع عنده مثلا سكر وما له مكتشف، وبتكون عنده قصور قلب وما له مكتشف، وبيكون عنده امراض ثانيه ما لها مكتشفه، كان دكتور ماشي المريض وبالبيت وعايش ما في احلى من هيك، ما انتبهنا، ما حدا انتبه للقصه، عايش بكينونه المريض، وقع انكسر، بلشنا ندور نحن، واذ امر مشكله ورا مشكله ورا مشكله، فلذلك نحن بنسميه كسر الموت. هلا اللي بيكون عنده عظم جيد ما بيصير الكسر بهالسهوله، وحتى اذا كان في عندي كسر الشفاء بيكون اسرع. طيب النصائح دكتور اللي بتوجهها لكل المشاهدين اللي بيعانوا او بيتخوفوا من هشاشه العظام لانه صار مرض العصر مثل ما بيقولوا؟ هلا مثل ما قلت لك انا مخزون الكلس بالعظم من الحياه الرحميه لسن ال 35، لازم نعبي هالمخازن بالكلس.
والمخازن كمان هي كنا نسمع من العالم انه يمكن الكوكاكولا وهدول المواد الغازيه يمكن بتعمل كمان صحي القصه. صحيح مزبوط هذا الحكي مزبوط، واثبتت الدراسات هذا الموضوع لانه كثير عم تاثر على ترسب الكلس بالعظم، هذا كثير صحيح. فاذا اللي نحن بدنا نقوله انه نعبي مخازين الجسم بالكلس اللي هو المخازن هي العظم من سن الرحم لسن 35 سنه، بعد منا نحن اذا كنا خايفين لازم نعمل نحن استقصاء بعد المينوباوز، بنعمل استقصاء نعمل شيء اسمه دراسه كثافه عظميه، عباره عن صوره بسيطه من 2 ل 5 دقائق ما بتعرض للاشعه، ممكن ناخذ نحن نقطتين بجسم العمود الفقري وعنق الفخذ، ممكن ناخذ احيانا المعصم، ممكن اخذ احيانا عقب، بنشوف نحن الكميه، في عندي جدول كميه الكلس الموجوده، كل سنه بنعمل مره، عندي نقص انا بعوض، بشوف انا السنه هي والسنه القادمه اقل شيء ما نقص يكون مستمر هذا الشيء، واذا كان عندي نقص انا بعوض حسب العلاج حسب الكميه. في عنا علاجات دوائية موجودة بسوريا ورخيصة، إذا كان عندي أنا ترقق يعني عندي هشاشة بشكل كبير في إبر وفي أدوية وبتحسن تعوض بشكل جيد. فإذا هو مرض له علاج. في موضوع بنحب نوح عليه هو أنه الهرمون اللي ناقص هو عادة الاستروجين، العلاج بهرمون استروجين الحقيقة نتائجه جيدة جداً، ما اثبتت الدراسات، يعني هن بيقولوا نتيجه انه اللي بياخذ هرمون استروجين بصير عنده ورم، لا هذا الحكي لا. هلا بعض المرضى اللي عندهم استعداد وعندهم بدي بالوراثي انه في عندهم هن اورام، اذا اخذوا هرمون هذا ممكن انه يساعد على يصير عندنا نحن اورام. هاي دراسات، ولكن الحقيقه هي العلاج بالهرمون استروجين هو افضل شيء. في مرضى بيرفضوا، في عنا ادويه ثانيه، الادويه هي انه هي بتروح على اللعبه هي ما بين كاسرات العظم وما بين بانيات العظم، نحن بنروح لعند الكاسرات بنصبطها لانه هي اللي عم تروح عم بتكسر العظم مشان تاخذه، الدواء هذا الشيء نحن بنروح لعند الكاسرات بنصبطها، الفيتامين د هو فيتامين باعاده امتصاص الكلس بالجسم وله دور بتوازن الكلس، طبعا هرمونات جارات الضرق لها دور كبير، هي اللي بتلعب ما بين الكالسيوم والفوسفات وتصير عندي اضطراب بيناتهم، بتتحرض تروح تمتص الكلس من الجسم وتحاول ترجع توازي هذا. الفيتامين د هو موجود بالجسم، تعرض لاشعه الشمس صباحي عند الاطفال خاصه بحرضه بالادمه موجوده تحت الجلد، موجود اوريدي موجود عند الاطفال او عند يعني الانسان. نعطي نحن عملت تحليل دكتور طلع عندي ناقص فيتامين د، عندي عملت تحليل طلع عندي الكلس ناقص. هلا كلس التحليل الدموي لا يعني هو نقص الهشاشه العظميه، الهشاشه العظميه يكشف فقط في دراسه الكثافه العظميه. هذا موضوع مهم. يعني دكتور معلومات مهمة اليوم طرحتها بصباحنا، بدنا نشكرك كثير لوجودك معنا اليوم، وإن شاء الله دائما المؤتمرات والمستجدات بالجراحة العظمية دائما تدخل لبلدنا ودائما يعني تكون موجودة ومقدمة لدى كل الدكاترة والأطباء. شكرا كثير لك دكتور، وإن شاء الله دائما بنتمنى السلامة للجميع. شكرا لحضرتك. شكرا. شكرا لوجودك معنا، وأهم شيء دائما بنقول استشارة الطبيب بأي عارض بيحس فيه الطبيب المختص طبعا. شكرا لوجودك معنا. شكرا كثير. شكرا. أما هلأ زينب رح ننتقل لدمشق القديمة، وأكيد في كتير عادات وتقاليد بتحملها ذاكرة الدمشقيين، ومنها حمام السوق الدمشقي اللي رح نتعرف عليه بالتقرير التالي. بين حكايات الزمان وألف ليلة وليلة تكمن حتوتة بسيطة في روعتها، عميقة في تفاصيلها. حتوتة حمام السوق الذي يروي حكايات قديمة من التاريخ الدمشقي استرخت على جدرانه العتيقة ونامت على قببه الممشوقة. هو مكان شعبي كتير، يعني مثل ما بيقولوا للغني وللفقير، يعني وكل العالم بتقصده.
قبل كانوا كل حارة فيها حمام، هلأ بتلاقي إنه نسوان الحارة هن بس اللي بيروحوا على الحمام. يستقبل الحمام زواره من النساء والرجال ويشاركون فيه الأفراح والطقوس المعتادة، ومن هنا يبدأ الناس بالتعايش مع جو الحمام ليحولوه إلى صالة أفراح يقيمون فيها أعياد الميلاد أو يستقبلون فيها عروس، فيقومون بتحنية يديها والاحتفال بها قبل موعد الزفاف. في ناس بيجيبوا معهم المجدرة على الحمام، هي معروفة، بيعملوا مثلاً حفلات استقبال، مثلاً بتكون عازمة رفقاتها بيجوا على الحمام، بيصير عنا حمام العروس هون، بدها ترسم حنة مثلاً تجي على الحمام، يعني بدها تعمل كل شيء، رفاهية كاملة للست وللشاب بنفس الوقت، يعني حتى في دور للشباب بعدنا. الأكلات الشعبية، الأعداد، الرقص، الغني، هالأشياء هي محافظين عليها. رغم ظروف الأزمة التي تعاني منها سوريا والتعب المسيطر على نفوس الكثيرين، إلا أن حمام السوق أصبح مقصداً للناس يترددون إليه للترويح عن النفس وممارسة عادات قديمة وأحياء شيء من الماضي لإعادة روح الحياة إلى أنفسهم. نحن بنجي هون كأنه رايحين على نزهة وفسحة لنا، لمتنفسنا بضغوط تعرضنا إلها، وهذا أكبر إصرار إنه نحن لسانا بنستعيد عراقتنا وأصالتنا بالحمامات، وهذا شيء فخر إنه بيمثل نحن حضارتنا، وإن دمشق طول عمرها مهد الحضارات. هنا وضمن هذه الأجواء المفعمة بالحياة تخفو حكايات قديمة لتصحو على نهار جديد يروي لنا أجمل القصص المخبأة في حمام السوق. يعني بالفعل زينب، هي كانت عادة موجودة من زمان عند السوريين، يمكن نزهة أو مشوار على حمام السوق، واليوم عم ترجع هالعادات، عم نرجع نحييها وعم بيكون في حضور يعني بحمامات السوق. أكيد أريج هي عادة دمشقية وهي ما ماتت، لكن مثل ما قلتي رجعت يمكن صارت دارجة أكثر، خاصة عند الصبايا مثل ما سمعنا أنه يمكن الأعراس أو الاستقبالات وأعياد الميلاد، فكتير شيء حلو أنه دائما نرجع لتاريخنا وأصالتنا. هلأ مشاهدينا بننتقل لغرفة الأخبار لنتعرف على أبرز الأخبار اللي عم تشهد الساحة السياسية العربية والعالمية مع زميلنا بهاء خير. يسعد صباحك يا بهاء. يسعد صباحك زينب. موجز الأهم وآخر الأخبار بعد الفاصل. أعادت وحدات من الجيش العربي السوري والقوات الرديفة الأمن والاستقرار إلى بلدة معاردسبري في حماس الشمالي، وذلك بعد القضاء على آخر تجمعات إرهابي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات التابعة له فيها. وقال مصدر عسكري إن وحدات الجيش تواصل عملياتها على فلول التنظيم التكفيري والمجموعات التابعة له في محيط البلدة، بينما تعمل وحدات الهندسة على تمشيط البلدة لتفكيك المفخخات والألغام التي زرعها الإرهابيون قبل مقتل معظمهم وفرار من تبقى منهم. أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ضرورة حل الأزمة في سوريا والحفاظ عليها موحدة، وأشار العبادي في حوار تلفزيوني إلى أن القوات العراقية نفذت بالتنسيق مع الحكومة السورية ضربات على معقل تنظيم داعش الإرهابي في مدينة البوكمال، وأصبحت على مقربة من السيطرة على الحدود المشتركة. وقال العبادي أن تقسيم سوريا خط أحمر بالنسبة إلى العراق، لافتا إلى أن الأموال التي صرفت على الحروب الإقليمية كانت لتجعل العالم العربي أفضل بكثير. أدان مجلس الأمن بشدة لاعتداء الإرهابية الهمجية والجبان الذي استهدف أمس مترو الأنفاق في سان بطرسبورغ الروسية وأوقع عشرات القتلى والجرحى. إلى ذلك أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي دعمه الكامل لروسيا. ونقل عن الرئاسة الأمريكية قولها في بيان إن ترامب دان خلال المكالمة الهاتفية الاعتداء وقدم تعازيه لبوتين، مشيرا إلى أن الرئيسين اتفقا على وجوب هزيمة الإرهاب بشكل
نهائيا وسريعا. أعلن مسؤول في سلطة الإنفاذ القانون الروسي أن التفجير الإرهابي الذي وقع في عربة قطار داخل مترو أنفاق مدينة سان بطرسبرغ نفذه إرهابي انتحاري. ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن المسؤول قوله إن السلطات تأكدت أن الانتحاري المشتبه به هو شاب عمره 23 عاما من آسيا الوسطى، وكان يحمل عبوة ناسفة في حقيبة على ظهره. وأشار المصدر إلى أن رجلا كانت قد التقطته كاميرا المراقبة، وكان يشتبه في وقت سابق بأن له دور في الانفجار قول الشرطة، ونفى ضلوعه في الانفجار. نهاية الموجز، والآن عودة للزميلات في استوديو صباح نغير. شكرا بها. أكيد مشاهدينا مكملين بآخر فقرات صباح نغير، وأكيد للتطوع دائما في حصة ببرنامجنا. أكيد يعني التطوع بيحمل بين طياته العديد من التنمية المجتمعية في أي مجتمع كان، واليوم الجهود التي تبذلها الفرق التطوعية كفيلة بإعادة أعمار النفوس والنهوض بهيكليتها وتطويرها أيضا. هالجهود تضافرت مع بعضها ومع الجهات الرسمية، حيث قام الاتحاد الوطني لطلبة سوريا فرع جامعة دمشق بالتعاون مع فريق عمرها التطوعي مجموعة من البرامج التطوعية. لنتعرف أكثر على هالبرنامج بصرنا أن نرحب أكيد بمحمود الخالد المنسق الإعلامي لقيادة فرع جامعة دمشق للاتحاد الوطني لطلبة سوريا، ومحمد فطاري متطوع من فريق عمرها التطوعي. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا محمد. في كتير جهود عم تبذلوها ومشاركات أيضا مع عدة جهات لتقديم برامج تنموية وأيضا تطوعية، خبرنا عن آخر برنامج قمتوا فيه. طبعا آخر برنامج قمنا فيه هلا عم نقوم فيه بدأ يوم الأحد وسينتهي يوم الخميس تحت عنوان بريك تنموي، طبعا برعاية الاتحاد الوطني لطلبة سوريا فرع جامعة دمشق. هي فعالية تنموية استهدفت الطلاب الجامعيين، هي ثالث مشاركة لفريق عمرها التطوعي في هذا المجال ضمن حرم جامعة دمشق. انطلقنا فعالية فاصل تنموي، بعدها فعالية سكيتش تنموي، واليوم عم ننطلق فعالية بريك تنموي. يعني محمود كاتحاد طلبة سوريا دائما عندكم نشاطات دورات عم تهتم بالتنمية البشرية، تحكي لنا أكثر عن هالموضوع. أول شيء يسعد صباحكم. هلا سياسة الاتحاد الوطني لطلبة سوريا هي اتجهت ناح الطلاب إنه نحن بدنا ننمي هذا الجانب. يعني هو الجانب الأكاديمي والتعليمي هو لحاله ما بيكفي، نحن صرنا بدنا نفكر إنه نحن كيف ننميهم من ناحية من تواصل، بناء الشخصية، الشخصية القيادية، ممكن نحن نضيف هاي المهارات لهم بالإضافة للجانب التعليمي، لأنه هو الجانب التعليمي أو الأكاديمي هو ما بيكفي، لأنك أنت لما عم تطلع عم تخلص دوامك بجامعتك بتتخرج بتطلع بتصطدم انك انت في عندك مشاكل بالتواصل معاه، مهارات الحياة، مهارات حياة، يعني انك انت اني انا اتقبل الاخر، اني انا اعرف كيف اني اتواصل معه، اني انا اكون قائد بمكان عملي. هاي الشغلات هي نحن ما عندنا اياها كمناهج تعليميه، نحن حبينا نضيف هاي المهارات نعممها على كل طلاب جامعة دمشق ليكتسبوها من أول وجديد. محمود، طالب الجامعة كيف بيقدر يستفيد من هالدورات والخبرات اللي عم تقدموها للطالب؟ كيف بيقدر يتواصل معكم وينضم لكم؟ هلأ نحن بيقدر الطالب يتواصل معنا عن طريق الصفحة الرسمية، وبيقدر يتواصل معنا عن طريق مكاتبنا، مكاتب الفرع ولا مكاتب الهيئات، هي مكاتبنا مفتوحة دائما. كيف تنشروا عناوين البرامج اللي عم تقدموها؟ هلأ عن طريق صفحاتنا، صفحتنا على الفيسبوك هي بتنشر كل هاي الفعاليات واضحة، حتى طريقة التسجيل هي سهلة كتير جدا بسيطة. يعني نحن لما بننشر الفعالية نحن بنطلب انه للي حابب يسجل انه بس اكتب اسمك واختصاصك بتعليق، يعني تعليق على البوست بس، خلص هو يعتبر انه هو مسجل. نحن ما عم نتوجه لاختصاصات معينه، نحن معظم دوراتنا هي عم تكون لجميع الراغبين. يعني حتى لما نحن بدنا نعمل دوره بالاعلام فنحن ممكن يكون غير اختصاصات، ممكن يكون من غير اختصاصات لانه هو عنده هاي الموهبه وهو حابب يكتسب هاي المهاره، فنحن ما نحكر لاي حدا، بالعكس نحن هي موجهه لكل طلاب جامعه دمشق ليستفيدوا منها. يعني بالمجمل هلا عم نشوف يمكن صور بعض النشاطات والدورات اللي عم تقوموا فيها بالتنميه البشريه. محمد، خلينا نحكي شوي، كونك عم تشتغل بفريق تطوع قد ايه في عندك مسؤوليه اليوم للتشبيك مع جهات ثانيه حتى فعلا تنهضوا بالمجتمعات وخاصه بما يتعلق هلا بالشباب الاكاديمي؟ طبعا طبعا بالنظره للظروف اللي عم نمر فيها وطننا الحبيب سوريا،
هاي الشيء وضع على عاتقنا كثير مسؤوليه كبيره. طبعا نحن كفرق تطوعيه ما فينا نقوم لحالنا فيها، لازم نشبك خاصة معلم. عمرها انتم يعني انه شباب تمام. فهيك بمجال الجامعات طلاب الجامعيين نشكر اتحاد بطني طلبة سوريا عم يكون معنا دائما في فعالياتنا، نشكر حزب البعث العربي الاشتراكي كمان عم يقدم لنا مساعدات كثير كبيره سواء مجال تنظيمي مجال التدريبي وسواء المساعده اللوجستيه طبعا للفعاليات اللي نقوم فيها بالجامعه. محمود يعني عم يكون في تشبيك مثل ما لاحظنا مع فريق عمرها التطوعي وفرق تطوعيه اخرى، يعني اليوم هالتشبيك هذا والتطوع من قبل الشباب اليوم قديش كمان بيساعدكم على تقديم اكثر لبرامج ممكن تفيد الطالب؟ هلا نحن صراحه هلا انا بدي اشكر بعض الاشخاص يعني لانه هن الداعمين واللي هن عطونا هذا المجال. يعني هلا انا بالنسبه لجانب التدريب هو انا المسؤول عنه بشكل كامل، ولكن بصراحه بدي اشكر بهذا الوقت يعني بالتحديد هو زميل رئيس فرع جامعه دمشق وزميل كمان رئيس مكتب الملتقيات، لانه هن عاطينا هذا المجال لانه نحن نفتح، يعني نحن ننفتح على الاخر، يعني هو هاي الكوادر هي ما هي موجوده عندنا، فنحن ليش ما ننفتح على الفرق التطوعيه؟ لانه اصلا الفكر التطوعي هو فكره جديده علينا، ما فينا نحن ننكر هذا الكلام. الفكر التطوعي نحن لازم ننشره انه نحن فكر تطوعي لبناء هاي البلد. نحن تعاوننا مع يعني جميع الفرق، ما خلينا يعني نحن كان هلا فريق عمرها، قبلها كان صدى ايجابي، ولاحقا نحن هلا يعني مع الامانه السوريه للتنميه، كل الفرق نحن عم نتعاون معها وعم نشبك معها لنحن نقدر نعطي شيء نحن يمكن بجوز ما نقدر نعمله. نحن انا بقدر ساعدك بالامور اللوجستيه، بقدر ساعدك بكل الامور ضمن الحدود اللي انا بمتلكها، ضمن الامكانات اللي انا بمتلكها. انتوا الكوادر من عندكم والامور اللوجستيه نحن من عندنا، لانه نحن حابين اي شيء بيقدر يخدم الطالب. يعني نحن بالنسبه لنا كل الدورات اللي عم تنعمل، في عندنا كمان فريق البنيان كمان مشان ما ننسى، لانه هو قدم لنا دورات مختصه لطلاب كلية الهندسة، 13 دورة مختصة للهندسة المدنية والمعمارية. قيمة هاي الدورات برا تتجاوز 76 ألف ليرة سوري، هي عم تتقدم لطلاب جامعة دمشق مجانا. نحن كل دوراتنا مجانية، ما يعني الطالب ما بيدفع فيها ولا ليرة سوري. فنحن هذا الشيء اللي نحن لازم نوجهه للطلاب ولازم نساعد فيه الطلاب. يعني نحن كلنا إيمان إنه نحن لازم يكون في تنسيق بيننا وبين باقي الفرق لنقدر نقدم هاي، يعني نتشابك جهودنا لنقدر نقدم شيء للطالب لبناء هاي البلد بالنهاية. طبعا كمان بدي أشكر كل الشكر طبعا لرفيق الدكتور عمار ساعاتي رئيس الاتحاد الوطني لطلبة سوريا، اللي هو يعني عن جد داعم لنا بكل فعالية، هو دائما موجود معنا، هو دائما معنا ايد بايد. يعني كل الشكر كان محمود مثل ما قلت انه عم تشبكوا مع فرق متطوعية، كل مرة فرقة حتى يمكن كمان كل واحدة لها بصمتها. بس خلينا نسأل سؤال بيخطر على بال كل طالب جامعي، عدد الطلاب المستفيدين من هالبرامج؟ هلا عدد الطلاب المستفيدين بصراحة هذا شيء كثير بيبسطنا نحن، لانه انا ما فيني اوصف لك هي من كل الاختصاصات هلا انا بدي اقول ابتداء من فاصل تنموي. هلا فاصل تنموي كانت هي اكبر رقم، كانت 1600 طالب تمام، اجت بعدها دبلوم البرمجه اللغويه العصبيه. لما نحن انتقلنا بقى بالتخصص تمام، انتقلنا التنميه البشريه لحال على جنب، مثلا الاختصاصات الهندسيه لحال. اليوم نحن دوره بريك تنموي تتجاوز ال 400 500 طالب بالتحديد، يعني 450 او هيك شيء طالب. عندنا الدورات الهندسية تجاوزت 700 طالب. نحن كل يعني نحن عم نستهدف أعداد كتير مهمة، وطبعا كل الشكر أكيد برجع بقول لك للزملاء اللي هن عن جد عم يتعاونوا مع عمداء الكليات ليعطونا هاي القاعات تماما. لأنه هي أعداد كتير كبيرة بصراحة. يعني محمد، بريك تنموي لمحة سريعة شو تقدم فيها البرنامج؟ طبعا تقدم فيها أهم البرامج اللي اليوم بيستفيد من الطالب. قدمنا مسار مهني، ذكاء عاطفي، لغة جسد، مهارات تواصل، إدارة ذات، والتسويق الذاتي. تماما. نحن أكيد نتمنى لكم كل التوفيق بكل النشاطات والبرامج التنموية والتنمية البشرية اللي عم تقدموها للطالب يلي هو بالفعل بحاجة لها. مشكورة جهودكم والتشبيك أيضا له فوائد كتير كبيرة. شكرا لوجودكم معنا اليوم. نحن فرحانين أنه معنا طبعا طلبة سوريا، وأكيد رح يعمروا أكيد سوريا، فشكرا لجهودكم وأهلا وسهلا فيكم من جديد. شكرا. هي
هيك بنكون خلصنا كل مواضيعنا، بنتمنى تكون طبعا حلقتنا حملت لكم الفائده، ويكون مشوارنا اليوم طبعا وصل للختام. ابقوا مرافقيننا كل يوم بنفس التوقيت الساعه 9 الصبح مع مواضيع جديده اكيد، وتابعوا شاشه الاخباريه السوريه رح تبقى مكفاه معكم بتغطيه لابرز الاحداث على الساحه السياسيه. اكيد بالختام بدنا نوصل تحيتنا لرجال الجيش العربي السوري المرابطين على الجبهات. يعطيك العافيه اريج. شكرا لك زينب، وبتمنى لك اكيد نهار سعيد، وكل التحيه دائما لابطال الجيش العربي السوري وبواسلنا على الارض اللي بوجودهم وصمودهم اكيد رح يضل الامل مرافقنا. وكل حدا عنده فكره او موضوع حابب يشاركنا فيه فيكم تراسلونا عبر صفحتنا على الفيسبوك صباحنا غير. من اليوم لبكره نتمنى لكم اكيد نهار ممتع. باي باي.